السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا هانيين، واهم حاجه تكونوا في صحه جيده. غدا نشارك معكم ان شاء الله التخفيضات التي توجد في هذا الاسبوع في اكسيون. كما قلت لكم نعاود نقول لكم، يوم الاربعاء تلقاو السلعه، تلقاو الجديد، وغدا تلقاو هادشي ان شاء الله اللي غدا نشارك معكم في اقرب وقت. نحط هذا الفيديو، فاول حاجه غدا نشارك معكم هي هاد الهاوس للاطفال الصغار ابتداء من 3 سنين، 39.95. بالنسبه للكوفرلي لقيت صراحه ثلاثه الالوان، عجبوني جوج فقط، عجبني الكري وعجبني البيج، ولكن المبره دابا المشكل ديال المبره زوين تيبان هذاك الشيء ياك، ولكن المبره اجا ما يصبنا فيها مشكل في الصابون، في 2.20 متر، في 2.40 متر، ففعلا هادو ما خاصهمش يتوسخوا، الا حطيتوهم فوق ناموسيه خاص يبقى هادشي يبقى نقي، يعني ما يتوسخش. بالنسبه لهاد اللي جات على شكل دائري، هاد نسميها زريبيه، نسميها ديكوز، حطوها قدام الدار ولا في، بغيت نقول لكم زعما في الدخله ديال الدار ولا في شي فونت سيما. فالمهم حتى هي زوينه والثمن ديالها مناسب، نقاصت في الثمن. بالنسبه للي بوكس لقيت هذا 2.49 أورو، ولقيت هاد لي بوكس في لونين الابيض والاسود، هادو راكم عارفين ديروا فيهم ريقاس، ديروا فيهم اورو 67 فقط، تيكونوا براكتيش. بالنسبه لهاد السلات ولا الشبكات 3.99 أورو في اللون الاسود والابيض. بالنسبه للشموع هاد الاسبوع كاينين هادو 4.79 أورو. فالتخفيضات كذلك لقيت هذه اللي على شكل بلانا، دايره بحال شي بزيطيم، تديروا فيها شنو مثلا هاد الاسبوع غادا ديروا فيه، ولا مثلا شنو غادا تشري، ولا صراحه براكتيش. فلقيت في اللون الاحمر الاسود والمهم كاينين اللوينات، اختاروا لي مع راسكم 2.99 أورو. كذلك كاين في البروموسيون هاد الاسبوع هو هاد المالبوخ، يعني كتاب للتلوين، هذا تي الناس اللي تيكونوا معصبين ولا تيكون فيهم عندهم ستريس تيقدروا يشريو هذا ويبقاو يلونوا فيه باش يطلقوا داك الستريس ديالهم. بالنسبه للملونات البونت شتيفتي كما تتشوفوا كانوا الوان مختلفه صراحه، العديد من الالوان، وكان الثمن ديالهم مناسب جدا، غير هادو مثلا اللي قالوا لينا حنا الكبار، الصغار خاصهم هذوك المثلتين. بالنسبه لهادو اخواتي ما تنصحش بهم، انه فايت مجربه انا هذا النوع هذا اللي داير بحال البصله، هو زيرو زيرو ما تيصدقوش. بالنسبه لهادو اللي تيداروا قدام المنزل 2.32 أورو، وكذلك هادو 3.99 أورو الكبار كاع. بالنسبه للتجميل وداكشي المسائل التجميليه لقيت هادو في التخفيضات، ماركه ديال دوف وشاوما كذلك، يعني الا كانت تعجبكم هاد الماركه راه دابا حاليا كاينه في التخفيضات. بالنسبه لزيت الخروع راه هو في البروموسيون 2.29 أورو، وبالنسبه لهاد الالات ما عمري ما جربتهم وما نجربهم صراحه، لان ما يمكنش منتوج غادي يكون الماده ديالو مزيانه وتبيض السنان وتتباع ب 3 أورو، مستحيل غادي يكون فيه شي حاجه ماشي هذيك. بالنسبه لهاد راكم دابا عارفين مع الكريسماس وداكشي غادي يولي يوجدوا بحال هاد لي كادو، والثمن كان مناسب. وبالنسبه لي بارفان اللي عزيز عليا داك البارفان راه ولات غير ب 7.95 أورو، وجات في باك. كاين باك اخر حتى هو بالثمن ديالو 5.95 أورو، واثار انتباهي ان فيه هذيك الاله اللي تتغسل الوجه اللي شبيهه بميني فوليو، لقيت كذلك هادو في التخفيضات 3.49 أورو. كنتو الاغلب قلتوا لي ما عجبوكمش. بالنسبه للبيجامات 6.95 أورو، كاينين هاكا سامبل، وكاين كذلك حتى هادو اللي فقط بحال كيفاش نقولها جاكيطا، المهم هادشي ديال الدار ديال الدار. خديت انا من هادشي كامل واحد السروال وراني جربته ديال المبره، والله الا رطيطب، وزعما صراحه عجبني. اللي ما عجبنيش فيه الا كنت طوالات بحالي غادي يجيكم قصير، بحال ما غاديش يجيكم بحال شي سروال قندريسي، ولكن طالع شي شويه شي شويه، يعني ما تخيلوش هذيك الصوره راه كاذبين فيها. بالنسبه للاكل واللي اثار انتباهي ميلكا، كاينه في التخفيضات، وشخصيا اخواتي بالنسبه للاكل سولتوني عليه من اكسيون، ما عرفتش علاش ما تنجرأش نشري من عندهم، حتى لا شريت خاصها تكون شي حاجه عالميه ماركه معروفه بحال مثلا ميلكا نقدر نشريها، خاصني غير نشوف واش حلال حرام. فالمهم كاينه حاليا في تخفيضات. دابا ندوزو المكان ديال الاواني، ولقيت الجديد صراحه ما عمري ما شفتهم ولا كانوا، المهم غنوريهم لكم. اول حاجه هذه 5 ديال، هادشي كامل اللي تتشوفوا راه الثمن ديالو 5.99 أورو. كذلك اميره ما عمري ما شفتها هذا راه شريته اخواتي، شريت هذا ديال الديسير،
ما يمكنش سميت بنتي وما نشريهاش. فهانتوما كما تتشوفوا الكيسان دايرين بحال هكا رائعين جدا. المهم شريتها. بالنسبه لهادو راه عاودوا جابوهم، هادو دغيا تيطيروا راه عاودوا جابوهم، فبغيت نوريهم ليكم. واخا هما دايرين هادوك حكه ما حكه ديال ديرهم في الكيشيرش بولا، ما تنصحكمش لانه تيطير هذاك اللون، شي داك الذهبي تيطير، يكذب عليكم الكاذب. بالنسبه لهادو ديال الشاي اللي تتحطوا فيهم تيزان، يعني ملي تتكملوا بحال نقولوا ديال الاقامه، 99 سنت كانوا في الالوان الاسود والابيض، هذوك شريتهم. بالنسبه غادي تلاحظوا ان المب ردان خرج بزاف بزاف حاليا مع الخريف، مع راكم عارفين الشتاء. صراحه انا ما تيعجبونيش، ولكن قلت نوريهم لكم. بالنسبه لهادو راه جابوا لونين صراحه زويونين، نورمالمون تي كانوا في الكري وقيله وفي لون اخر، هذا بان لي هذا اللون جديد فوريته لكم. بالنسبه لهادي حتى هي وكذلك هادو. فالمهم غادي تلاحظوا انه كاين بزاف الخشب والشماع، دابا راه الاجواء رائعه جدا جدا ديال هذا الشيء. وحتى هادو خديت هادو ديال فانيلا اورو قال لك 39، وغادي تلقاو هادو. هذه فايته شاريها العام اللي فات وعاودوا جابوها زيرو، تتبان واعره في المنظر ولكن الداخل فلوب. بالنسبه لهادو حتى هما عجبوني صراحه، وبغيت نشري هذه اللي تيديروا فيها الماء. انا ظنيت قلت مع راسي ندير فيها الماء ونديرها الفراخ مثلا في الجرده عندي، ولكن تنظن انها غادي تخسر وثقيله، كانت ثقيله بزاف. فالمهم هادشي زوين بزاف بزاف خريفي جدا. بالنسبه للمخدات كما قلت لكم خرج الدان والمبره بزاف، غادي تلقاو الوان مختلفه صراحه. داكشي تيبان عيان وتيبان رخيص، واخا قلت نوريه لكم. كما تتشوفوا هنايا 3.39 أورو، وكانوا هادو كاع رخاصين كاع غير أورو 99. بالنسبه للكالندا ديال 2022 هادو دغيا طارو، انا طيرت بعدا وحده تيكونوا زويونين بزاف براكسيش، وكان هادشي ديال القرايه المدرسه بصفه عامه، والاجواء راه زادوا. شنو قلت لكم هذيك المره غادي مازال يزيدوا، كانوا البلايص خاويين، راه زادوا بزاف الاشياء الخاصه بالكريسماس، وراكم عارفين راس العام وداك الشيء. بصراحه اللي ما شريت نزه، هنايا دابا الفقره ديال اللي ما شريت نزه. حاولت نختصر لكم الفيديو، تنشكركم على المتابعه وتنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش هذا العرض صالح الى غايه يوم الثلاثاء ان شاء الله.